معنا على الهاتف من تونس النائب الطيب المدني عضو مجلس النواب التونسي. سيادة النائب أهلا وسهلا بحضرتك، وبالغ تعزينا ومواساتنا في وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي. شكرا، وبالنسبة لنا تعازينا هي تعازي لكل الشعب العربي. احنا في البداية أريد أن أتقدم بالتعازي لكل الشعب التونسي ولعائلة رئيسنا ولأعضاء وعضوة مجلس النواب وكذلك أعضاء حزب حركة نداء تونس، باعتبارها أن رئيس الجمهورية هو رئيس المؤسس لحركة نداء تونس وهو الرئيس الشرفي لهذا الحزب. احنا اليوم حقيقة تونس تعيش حدث جلل، هو الموت غيب الرئيس الذي أحدث التوافق في تونس والذي حاد بتونس عن المسار الذي كانت تسير اليه مثل بقيه الدول في ضمن الثوره العربيه، ما يسمى بالثوره العربيه، باعتبارها ان رئيس الباجي قائد السبسي كان دوره مفصليا في ارجاع البلاد التونسيه الى الاشد والى الابقاء على الدوله المدنيه والمحافظه على الارث البرغيمي، لان تونس لن تكون دولة كما يريدها البعض، دولة للإرهاب وللظلم ولما تعرفونه وما يعرفه كل دول الشعوب العربية من وضع مأساوي في بعض الدول العربية. تم الإعلان أنه سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية اللي كان مقررا ليها في 17 نوفمبر المقبل، ده تماشيا مع الدستور. اشرح لنا النقطة دي يا فندم، وإزاي هيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية؟ أكيد، هو تعرفون وشاهدتم أن انتقال السلطة تم بسلاسة، وتقلد السيد رئيس مجلس النواب السيد محمد الناصر مهام تسيير الأمور ومهام رئاسة الجمهورية كما يفرض ذلك الفصل 84 من الدستور. أدى اليمين الدستورية أمام أعضاء من مكتب المجلس، باعتبار أن اليوم كما تعرفون هي آخر أسبوع في تونس، ومن الصعب تجميع كل اعضاء مجلس النواب ال 217، وكان الخيار على اعضاء مجلس مكتب النواب وهي الفرضيه يعني ينص عليها الفصل 84 من الدستور. اذا كل الامور تمت كما يفرض الدستور، انتقلت السلطه. احنا صحيح وضعنا رئيس، ولكن استقبلنا رئيس كي لا تبقى تونس بدون رئيس، لان تونس اكبر من كل، بالرغم من ان رئيس الباجي قائد السبسي رحمه الله هو كان منارتنا وكان الشخص الذي اعطانا الثقه، ما كنا في رحاب السياسه في هذه المده الخمس سنوات. بالنسبه لنا توفي الباجي قائد السبسي رحمه الله، اليوم عندنا رئيس جديد ادى اليمين الدستوريه اللي هو السيد محمد الباجي الناصر. الدستور يفرض ايضا تنظيم فصل 84 من الدستور، تنظيم انتخابات مبكرة. الانتخابات هذه فرض الدستور أنها تكون في ظرف ما بين 45 و 90 يوما، معناها بالنسبة لنا احنا من المفروض تقديم الانتخابات الرئاسية، وهذا حتى نحترم الدستور. الدستور التونسي يفترض هذه المدة، وتعرفين أنه ستفتح باب الترشحات للشخصيات التي ترغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، ثم تقام الحملة الانتخابية، ثم لنا دورة أولى إذا كان حصل أحد المرشحين على ما يغرضه بطبيعة الحال، أو نعم. سنلتجأ إلى دورة ثانية كما كان في 2014، كنا فصلت الأمور على دورتين. بالنسبة لنا احنا اليوم هيئة الانتخابات ستعقد اليوم اجتماعها، لأن الأمور تحسب بالدقائق بالنسبة لنا احنا وبالأيام والأيام، معنا والوقت يحاسب الجميع باعتبار أن انطلقت الانتخابات الانتخابات التشريعية، ولكن المفروض الآن أن الهيئة تؤجل الانتخابات التشريعيه، لانه لا يمكن ان تتزامن الانتخابات التشريعيه والانتخابات الرئاسيه مع بعضها البعض، وبالتالي هنا هيكون في اشكاليه اجرائيه من وجهه نظر هيئه الانتخابات. بشكرك جزيلا من تونس نائب الطيب المدني عضو مجلس النواب التونسي، وتعازينا لكم مره اخرى.